بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقدم بمقدمة مهمة في هذا الشأن، وخاصة أننا نتكلم عن القرآن الكريم وبنائه للإنسان. الإنسان هنا يشمل الرجل والمرأة بلا شك، ويشمل الإنسان في بداياته، ولذلك تكلمنا عن المقاصد الخمسة والنسل، وأن النسل مراعى حتى في مرحلة الجنين، ونحن نريد أن يكون الإنسان مؤديا لدوره في الخلافة الحقيقية في الأرض في العمران وفي الارتقاء للعلاقات الإنسانية. ولذلك لابد أن نلحظ بأن القرآن الكريم عندما تكلم عن علاقة الرجل بالمرأة والخطاب الموجه إليهما، تكلم بالخطاب العام الذي يشمل الفريقين معا، ثم في إطار الحياة عندما تنشأ علاقات إنسانية، وعندما ينشأ تنازع، وعندما تنشأ عقود، وعندما ينشأ تقاضي، هذه أمور تحدث في المجتمع البسيط وتحدث في المجتمع المعقد تتطور المسائل، ونحتاج إلى أن نقف على رؤية متكاملة في قضية الإشهاد والشهادة والتقاضي وغير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء. فهذا الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي صحت عنه، في أنه قال: النساء ناقصات عقل ودين. قالوا: وما نقصان دينهن يا رسول الله؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، بناء على أن ما جبلت عليه المرأة من نزول دور الدم الحيض عليها في كل شهر بعد بلوغها وتكليفها، بتجد بأني بالفعل يعني على اعتبار أن أقصى مدة الحيض الذي ينزل على المرأة مختلف فيه بين العلماء، ما بين من يقول 10 أيام، لكن هناك أقوال تقول بأنه 15 يوما. فمن باعتبار شمول اللفظ لكافة الحالات، فكأنه يمكن لبعض النساء نظر للنظرة اللي هي تقول أو الرأي الذي يقول بأن نقصان الدين بمعنى أنه تمكث إحداهن شطر أي نصف دهرها لا تصلي، باعتبار أن هذا العارض لهذه المرأة بخصوصها، وإن كان هذا قليل يعني، وإن كان بطبيعة الحال لما تحسب العمر بتجد بأن فيه فترة قبل التكليف هي لا تنزل على المرأة الدورة، وفيه فترة بعد التكليف ببلوغها سن 50 أو 45 أو 55 على حسب البيئات والمكان الذي تعيش فيه المرأة من حرارة وفيسيولوجيا يعني بيختلف. نعم بيختلف من مكان إلى آخر لسن اليأس، أي للسن الذي لم تعد فيه المرأة طحيد تنزل عليها هذه العادة الشهرية. فعلى كل حال يعني هذا تفسير، وهو تفسير مقبول بالنسبة لهذه الحالة نقصان الدين. فماذا عن نقصان العقل؟ وأما نقصان العقل فبعض العلماء قال بأن جاء في الحديث الشريف يعني: وما نقصان عقلهن يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ وكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في آية الدين التي في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا الربط ما بين الآية وما بين الحديث الشريف على هذا النحو يعطينا نظرة كلية.